ابو نزار اذا طلب عيوني بعطيهم، مو بس انا وعيلتي كمان. ابو نزار بده يتجوز، بده وحده مستوره يا من حارتنا او من الحارات اللي جنبنا. ما عم تحكي بجد؟ ايه انا بعرف انه كبير، بس في اكبر منه عم يتجوزوا. اكبر منه؟ إيه من شهر تزوج رجال بحارتنا مهرهر على حفه قبره. اما عمي ابو نزار ايه خزيت العين، همته عاليه، بعدين ما مبين عليه شباب. بس ابو نزار معه السكر وبده وحده تتحمله وتعتني فيه. ايه وانا شو مطلوب مني؟ امي انت هون اهل الحاره كلهم بيعرفوك، بدي منك تسالهم اذا بيجوزوا بنتهم لواحد، يعني بدك تقول عمره بين ال 55 وال 60 سنه بس مليونير، واذا ما لقيت بهالحاره بتشوف بالحارات الثانيه. هلا يعني هو بده مواصفات معينه؟ ايه اهم شيء ما تكون صغيره بس ما تكون قده، وبده اياها تكون حلوه، يعني مو حلوه حلوه، يعني يكون ما بها شيء مشان يقضي بقيه عمره معه. طيب اذا ارمله او مطلقه عليه شيء؟ يو لكم بده ياخذ وحده بكير. اسمعوا على السمعه ابو شامل، تعال شوي. لك امل قلبي من الشغل ومن الحسابات، عود خلينا نلعلنا شوي. حاشاك من اللعي يا ابو نزار. سيدي كل الحكي بالعالم عباره عن لعي. ابو شامل؟ نعم. قد ايش صار عمرك؟ 60 سنه. 60 سنه؟ بزمتي 60. لك شلون 60 سنه؟ انت طلعت تقاعد من عندي من المصنع من 8 سنين. لك معناتها كان عمرك 52 سنه؟ ضحكت علي؟ الله يسامحك يا ابو نزار. مو انت اللي طالعتني تقاعد قبل اواني؟ مو كانوا رجلي عم يجعوني ما عادوا ساعدوني بالشغل وعطيتني تعويضي كامل؟ لك ايه صحيح نسيت، مو هذا حديثنا. زوجتك المرحومه قديش صار لها متوفيه؟ هو زمان الله يرحمها. طيب ليش ما فكرت تتزوج؟ يعني كنت وقتها لساعتك شباب. ليش شبني؟ وهلا انا شباب؟ طبعا لهلا لساتنا شباب. يا سيدي فكرت وبعدين بطلت. قلت طالما الله اكرمني وطعمني هالولد لشو الجوازه الثانيه؟ بعدين رجلي كانوا عم يجعوني يعني مو خرج الشغله. بعدين بدك تقلي مين هي اللي بدها تجي البنت الحلال اللي بدها تعيلني انا وهالولد؟ كمان مو هذا حديثنا ابو شامل. احكي الصراحه، هلا انا قديش بتعطيني عمر؟ 60 سنه. لك مو عمري الحقيقي، بعرف انه بتعرف عمري الحقيقي، قديش مبين عمري؟ اصغر بخمس سنين. طيب وإذا الشيبات هدول يعني صبغناهم؟ لا هيك كمان تصغر لك خمسة لخار. يعني بصير مبين عمري 50 سنة؟ مزبوط على حسابك مزبوط. طيب يا أبو شامل وإذا نقرت جوازة بصير ولا ما بصير؟ أشو بصير؟ بصير وبصير وبصير حتى بدون ما تصبغ شعراتك هيك مثل ما أنت. أبو شامل عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ وحياتك عم بحكي جد ومن كل قلبي، بس يعني بلا مؤاخذة، بأيام عزك ما فكرت بهالشغلة، هلا شو خطر على بالك؟ شو يعني؟ وهلا كمان أيام عزي؟ ما فهمت. إي ما بدي فهمك. بالمختصر في حواليكم شي عروس ظريفة، يعني من قرايبينكم من حارتكم هيك شي؟ أبو نزار إذا عم تحكي جد بدور لك ها؟ طبعاً عم نحكي جد، صرتوا اثنين، خليك قاعد. لك أهلين. أهلين 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 بالغالية أهلين. يا أهلين. قليلي شو؟ أم حول شعيري. احكي ولا ما احكي؟ لك شلون ما تحكي يعني؟ طبعا بدك تحكي، روحي قدامي لشوف. يلا يلا. اذا تزوجت عن طريق ابنك يوسف لكن الزواج اللي هي، فاعتبري انه الدكان والبضاعه اللي فيها صارت ملك له. لهالدرجه رغبان بالزواج يا ابو نزار؟ يا يوسف سلامتك. راح العمر وانا متمني انه اتزوج ويكون في لي ولد. وهلا الله عافاني، ليش حتى ما احاول؟ صحيح. لك شو هذا؟ تعالي شوف لهم. شو الهواي لبستي هاي السوداء انت بتعمل قلب؟ شبه حلوه. ايه حلوه ما اختلفنا، روحي البسي شيء هيك مزهزه. يلا يلا. حاضر. Thank you.
هي العروس؟ بس هالمرة عدلتها معك ما؟ يا ميت أهلا وسهلا، شرفتونا والله. الله يسلمك. أنت عمو بتعرفي إنه أنا العريس؟ طبعاً بتعرف. ما تحكي زينب؟ هاي بنتي خجولة شوي. أنت موافقة إنه أنا أكون عريسك يا زينب؟ ويوه، وليش ما توافق؟ ليش حتلاقي أحسن منك؟ عفواً معلش، إذا بتسمحي لي أنا حابب أسمع منها. كأنها مو موافقة. لا لا موافقة، نحن حكينا قبل ما تشرفوا. بس أنا قد جدة مو قد أبوها. الرجال منا يا سيد رأفت ما بيعيبوا سنه. تعرف هيك كأنك عم تبيع بنتك؟ شلون؟ لما بتزوجها واحد بعمري معناتها أنت عم تبيعها. لا هيك ما بسمح لك. طول بالك أبو رياض، طالما الزواج بالاتفاق وطالما البنت وأهلها موافقين، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ يبدو أن المشكلة فيك أو بزوجتك، وعهودكم مو مشروبة. هاي بنتكم، هاي مو شركة استثمار بدكم تغتنوا من وراها. تفضل تفضل. لك شو عم تحكي يا يوسف؟ لك هذا الزواج مو بيعه شروه؟ اي والله يا ابو نزار، الفقر بيعمل اكثر من هيك. خلصينا بقى، في ناس فقره اكثر من هيك بكثير، بس في عندهم عزه نفس اكثر مني ومنك. لك حدا بيبيع لحمه؟ اي والله. لك يا ولد انت شو اي اللون؟ ولا شيء، مثل ما قلت لي لبن العصفوره بجيب لهم اياه. ها لبن العصفور عجبك خانم؟ معناتها فايتين على طمعه. لك يا يوسف انا ما قلت لك بدي اياها 30 40 وعلى وشها ضو. يا عمو ابو نزار، هلا في وحده بتصل لل 40 وما تزوجت بكون على وشها ضو؟ هلا ما عاد في لا ارامل ولا مطلقات على وشهم ضو خلاص. بصراحه انا كنت حابب تفرفح شبابك شوي. فرفحك ضريبي خلال رقبتك. ولك يوسف هلا انت لو كان في عندك بنت قدها ولك بتجوزني اياها؟ اعوذ بالله. لكان كيف تقبل عليهم انه يعطوني بنتهم؟ إذا هني قبلانين ومستقتلين أنا شو دخلني؟ قصدك أمه وأبوه المستقتلين؟ ولك ما شفت شلون حطت راسها بالأرض كان عم تقلي ما بدي ما بدي؟ أي والله مزبوط. أنت ولا كلمة على نصك، ها كله منك أساسا. يوه ليش بقى؟ مو ابنك هو اللي نقاها. وينك يوسف؟ أنا غلطت غلطة أنه كلفتك بهالموضوع. خلص أخي انسى. خلص عمو خلص، وحياتك إلا ما لاقي لك طلبك. عم تحلف بحياتي كمان؟ ولك لا تخليني هلا هون اتعرض لك بالشارع. ها الغاز تنظف والروس اشتغلت كلها. تسلم لي عينك. وتليفون اوضه النوم كمان اشتغل. اهم شيء تليفونه، روح طمنه. يلا هلا شوي وبطمنه. اخ يعني يا ابو شامه بهالكم يوم اللي شفنا فيهم بنات الزواج رح يزحل عقلي. شو هاد؟ شي طالع شي نازل، شي بروس وشي بلا روس. يا ابو نزار الدنيا هيك، فيها الحلوة وفيها المرة، فيها المستوية وفيها العجرة. لك ولا واحدة زبطت معي، معقول؟ إن شاء الله بيكون حظي معك أحسن من حظ يوسف. ما فهمت عليك. يا سيدي أنا حكيت مع مختار الحارة وقلت له على طلبك وقال عنده. أيوة وقال لك عنده؟ إيه بس عطي بالك، أنا بدي أشوف قبل ما أنت تشوف لحتى ما تسبني مثل ما عم تسب يوسف. هلأ أنت عم تقارن لي حالك بيوسف؟ أي يوسف ولد؟ بعدين انت صاحبي وصديقي. تليفون غرفتك اشتغل وصار جاهز، تريدوا مني شيء؟ يعطيك العافية. لا عود معنا، انت من عظام الرقبة، عود عود. بركي عم تحكوا اسرار. هو عم نحكي اسرار بس انت ما بتخبى عنك شيء. عم نسعى له لعمك ابو نزار بعروس. يا ريت. بس المشكلة انه عمك ابو نزار لا عم يعجبه العجب ولا الصيام برجب. هلا هيك بزمتك يا ابو شامل، هدول اللي حكيت لك عنهم في وحده خرج اتجوزها؟ اذا مثل ما وصفته لا. عمو ابو نزار فيني اقترح عليك بدون ما تعصب علي. تقترح علي شو؟ عروس، عروس تناسبك وتناسبها وترتاحوا مع بعض. لك يا شامل ليش انا شو اللي بدي اياه غير هيك؟ ايدي بزنارك. ام يوسف. ام يوسف؟ هلا هذا اللي طلع معك؟ عمو رد وجه علي
اهدى وفكر على مهل ورح تشوف انه اقتراحي بمحله. اي انا بشوف انه تحمل حالك وتروح من هون وما تورجيني وشك لمده سنه. لك بيوسف؟ قال ام يوسف. قال شبه ام يوسف، مرتبه ومثقفه وبتفهم عليك. ابو شامل ابنك شبه جن؟ بعدين قليل الود اللي بينك وبينه. اي والله اللي بشوفكم قاعدين مع بعض بقول انكم متزوجين. على كلين انا قلت اللي عندي وارضيت ضميري. ضميرك؟ تضرب انت بضميرك. صدقني حكيه مزبوط، على القليله فهمانين بعضكم انتو اثنين. ابو شامل لا طالع لي خليه كثير، انا بقترح تاخذ ابنك وتفوتوا لجوا من الشيء. تصفي تصبح على خير. لانه عم تسمو لي بدني. شو صاير للناس؟ شو شايفيني مهرهر لهالدرجه؟ وانا بالي مهرهر ما بالي شيء وقوي. والله عال هذا اللي ناقصني. هل ام يوسف قال؟